مكان يا مكان في قديم الزمان، كان الخير يغطي المكان، كان اللعمة يتخطى الحيطان، وكان الشيخ يقطع الويدان، وكان اللعمة يتخطى الحيطان، وكانت الغيشة تقهر الميزان، والعرسة كانت تغدي القبيلة وتزيد الجيران. كان وكان حتى كان، وفي واحد القبيلة بعيدة ما توصلها إلا ما عندك حيلة، كان طريقها طويلة، المونة تسالي وهي ما تسالي. والعجيب في الأمر هاد القبيلة أن كل مرة تبدل طريقها، اللي جابتك اليوم ما ترجعكش غدا، وهاد الشي كله بسبب واحد السحارة كان سميتها عقيصة، كانت مالكة البلاد والعباد، وكان السحر ديالها ما يقولت منه غير شداد. وكانت في القبيلة واحد المرأة طيبة سميتها جوادة، تعطي بيديها ولسانها، وكانت عندها واحد الجنان خيرات القبيلة كله منه، تعطي المسكين وتزوج على اليتيم. هاد الشي علاش كانوا الناس يسموها الصالحة، وهاد الصالحة كانت العدو اللدود ديالها هي عقيصة. حتى السحر ما خلاتو إلا وجرباتو باش تهلكها وتهلك الأرض ديالها، ولكن الله كان حافظها وحافظ جنانها. دازت الأيام، والحسد والحقد في قلب عقيصة الشاعر حال النار، تاكل خضر واليابس، واللي زاد في نارها أكثر هو أن الصالحة ولدت واحد التوام يطيروا العقل بالزين. إيوا هاد الشي ما عليه صبر، حيت عقيصة مريضة بالغفر، ولكن عقيصة حافظها مولاها وحافظ ولادها. عقيصة جمعت شيطانها في واحد الليلة كحلة سحلة، وقالت لهم الليلة يصبح الجنان رماد، باش ما تلقى البهيمة ما تاكل ولا العباد، بغيت نشوف الصالحة من دلولة، لا دار لا مونة الولاد. إيوا سمعوا الشياطين ديال هالكلام، وقروا يطبقوا الحكام. لكن شي شوية رجعوا الشياطين حاسنين مدلولين. إيوا سولاتهم عقيصة كيف العادة، إيوا دولتو المكان والرماد وصل الجيران. جاوبها كبير الشياطين وقال ألا لا عقيصة، الله حافظ الصالحة، والجنان ما لقينا طريق، جنانها محروس، ما تدخلي ليه لا بيديك ولا بالفلوس. رجعت عقيصة لفراشها، خرجت الشياطين وجلست تفكر في المكيدة، حيت دابا الصالحة ولات شوكة في حلقها وعافية ما بين لحمها وعرقها، والنار ما يطفيها غير الماء. ضحكات عقيصة وقالت صافي لقيتها، غدا الصالحة تقطري بالدموع وتخشي بالندامة. صباح الصباح وديك صح، وفقدت الصالحة تقطر ولادها، ولكن المسكينة ما لقات غير الفراش. مسات الفراش ولقاتو بارد، وعرفات أن صاحب الفئرة دارها بها. غوتات الصالحة وبكات على ولادها، قلبات الدار والجنان ولا أتربان، واللي لابس ولا اللي حفيان، واللي سولاتو ما يعطيها خبار. عرفات الصالحة مولات الفعلة هادي فعيل عقيصة. تجمعوا أهل القبيلة ناويين لباس، إيوا عقيصة طغات وما بغات تفك. هجموا على دار عقيصة وخلصوا القبيلة من مصيبة. إوا غير هرسوا الباب ما لقاو غير ضباب، الريح كتصفر. هربات عقيصة من بعد ما خفتات ولاد الصالحة. الصالحة مسكينة ما لقات ليها جهد، هزات يديها للسما ودعات دعوة ما يردها البواب، حيت كيف ما كتعرفوا دهوة المظلوم ما بينها وبين الله حجاب. عقيصة ملي خطفات الولاد خوات القبيلة، وشدت طريق طويلة اللي ما ليها عنوان،
ومن بعد 3 ايام من الطريق وصلت لقبيلة الحواتة، وهذه القبيلة كانت عند الواد عايشين فيها غير على الصيد، والواد ديما عليهم جواد. ملي جات عاقصة دقات الخيمة في القبيلة ونوات تبات الليلة، واللي عجبها المكان تخلي الإقامة طويلة. داز 3 ايام وعاقصة في القبيلة، لا هي ضيفة ولا يدخل عليها ضيف، والناس في القبيلة شافوا باللي الحوت من بعد الصيد دغيا وبسرعة تعطي ريحته، ويلا ما تكال في نهارو ما تنفع لا ملحة لا جديد. تجمعوا الكبار وعيال القبيلة باش يعالجوا القضية ويشوفوا ليها شي حيلة. سولهم كبير العليان، ومن امتى هاد الحالة في القبيلة؟ جاوبوا كبير السيادة، أسيدي هادي 3 ايام الواد بحل علينا بحوتو، واللي صيدناه في نهارو تعطي ريحتو. تكلم واحد الصياد وقال هادي 3 ايام أسيدي دقات واحد المرأة خيمتها قدام باب داري، لا هي ضيفة ولا يدخل عندها ضيف، إلا شفتيها ما تسرب شوفتها، وإلا سمعتيها ما يعجبك حديثها. وقف كبير قبيلة وقال هاديك ضيف النحس، ضيف منبود اللي لا ماليها مبعثة في قبيلتي، اعطيوها منى الطريق وخرجوها، هاديك ما تصلح لا صديق ولا رفيق. وفعلا جاو الصيادة جمعوا العاقصة الخيمة وعطاوها منى الطريق وخرجوها ونقاو القبيلة من شرها ونحسها. هذا وكان شدات عاقصة الطريق مرة أخرى كتقلب على شي قبيلة باقي ما جرباتهاش دوق مكايدها. بعد نهار ممطر وصلت القبيلة الحطابة، وقبيلة الحطابة جات في وسط الغابة مضلة على الشمس والضبابة. إيوا أسيادي، وصلت عاقصة السحارة ودقات خيمتها وسط هاد القبيلة وقررت تبات الليلة، ويلا عجبها الحال تخليها مدة طويلة. الناس في القبيلة كل صباح كيخرجوا الغابة يحطبوا ويحشوا، وإلى رجعوا كيشربوا وينجوا. الخير موجود، البهايم لاقية ما تاكل، والغابة تجود بالحطب والعود. إيوا فاتت 3 ايام لاحظوا الناس أن الخشيش اللي كيحشو الحطابة البهايم كيلبس في الطريق قبل ما يوصل لقبيلة، وهكذا قال فيها الحليب واللحم. إوا قالوا الحطابة يتجمعوا في بيت كبير لقبيلة يشوفوا القضية شي تخريجة ولا حيلة. إوا سولهم كبير كبيرة ومن امتى هاد الحالة في القبيلة؟ جاوبوا الكبير حطابة، أسيدي هادي 3 ايام كنا كنجيبو حطب شهر وكنحسو بالبهايم، ولا حشينا 3 ايام كيبقى خضر تاكلو منو الغنم والجمال والبقر، أما دابا الخشيش كيبس في الطريق والحطب يابس كلاتو الشمس. ناض واحد الحطاب وقال أسيدي خبير كبيرة، هادي 3 ايام جات واحد المرأة ودقات خيمتها قدام بابي، إلا شفتيها نهارك يدوس كحل، وإلا دوات معاك بحال النار تحرق وتقتل. وقف كبير كبير القبيلة وقال هاديك وجه النحس ما تباتش الليلة في القبيلة، هي جات بعارها وحنا ما خصيناش فيها. إيوا اجتمعوا رجال القبيلة وريبوا العقيسة المنحوسة خيمتها، عطاوها منى الطريق وخلاوها وسط الغابة فريسة. وقفت عاقصة وسط الغابة وقالت اش من طريق نشد دابا، وشدات طريقها لهلا وعسى تفوت الغابة قبل ما يشدوها العساسة. ومن بعد يوم من طريق شافت باللي هي على الأبواب قبيلة جديدة، ومن سماها صافية باينة قبيلة سعيدة. كانت هذيك القبيلة القاضي بمفتاح، القاضي اللي يلجأ ليه ما يظلم، ما يظلم الغني عنده بحال الفقير.
والكبير عنده بحال صغير، وكان القضيب مفتاح ما يخفى عليه سحر السحارة ولا سلعة العطارة. كان عنده جماعته من السحارة، ولكن ما يخدموا ليه غير للخير وماشي الأدية. وصلت عقيسة القبيلة ودقات خيمتها كيف العادة، وفي هاد القبيلة كاين الفلاح والخضار والتاجر والجزار. والقبيلة حتى لهداك النهار عايشة في سلام وهناء. داز 3 أيام وشافوا الناس بلي كترت الخصومة بيناتهم، اللي غني كياكل رزق الفقير، والكبير اللي يحفر على الصغير، والقضيب مفتاح عمرو ما داروا به شكاية. صف قدام بابه وعمر الخصومة ما كانت في مال والغارات. دق بابه كبير التجار وكبير الخضارة، دخلهم القضيب مفتاح لدارو وقال اش واقع ما بين الخضارة والتجارة، كان عرفهم حوت لا غدارة ولا شقارة. خدا كبير التجار الإذن بالكلام وقال سمعني يا سيدي بو مفتاح، هادي 3 أيام جمعتنا المونة من الحطابة والجزارة وعطينا الفلوس للخضارة. الحطابة والجزارة وفاو بالهم عنده باقو الخضارة، وحنا سيدي بو مفتاح مجدي الجمال والقافلة غادية تمشي مع السروية. ملي سال كبير التجار كلامه، القضيب مفتاح ما قال حكامه، وقال لحبيرة الكبير الخضارة اش كتقول السي كبير الخضارة في هذا الكلام. وقف كبير الخضارة وقال اسيدي بمفتاح حنا ما نكرنا كبير التجارة، الفلوس شديناهم والخضرة جمعناها، ولكن صباح اليوم ما لقيناها، واش تسرقات واش تحرقات، حتى واحد ما لقى ليها اثار. ايوا هنا حال القضيب مفتاح، رجعوا عندي في الصباح نقول لكم شكون اللي عليه المونة في هاد الخصومة. ايوا سيدي، غير خرج كبير التجارة وكبير الخضارة ودخل كبير الجزارة وكبير الفلاحة طالبين حكام سيدي بو مفتاح. وقف كبير الجزارة قدام القاضي وقال أسيدي بو مفتاح كبير الفلاحة شد ليا بهيمي في أرضه وما بغى يطلقها، وكيقول لي يذبحها يشنقها. قال القاضي بو مفتاح اش قولك هاد في هاد الكلام اكبر الفلاحة، واش كاذب ولا قال الحقيقة؟ جاوبو كبير الفلاحة نعم السيد، نعم سيدي بو مفتاح صادق، ولكن بهيمو تسلطو على ارضي، كلاو الزرع وهلكو الارض والمصارف. ايوا كيف نعوض خسايري انا مولاي؟ وقف القاضي بو مفتاح وقال صباح رجوع عندي نوريكم الظالم من المظلوم. ايوا سيدي، جلس القاضي كيفكر مع صحابه اش هاد الشي تسلط على القبيلة، عمرنا تشكينا هاد الشي والمكيدة، وهاد 3 أيام ولا الظالم قاعدة. قال لي صاحبه إلا سمحتي يا سي القاضي، هادي 3 أيام جات واحد العكوزة، واحد المرا شارفة غريبة على القبيلة، ما ترتاح شوفتها ما يعجبك كلامها، ومعها جوج د الصبيان صغار ما باينش من صلبها، ياك ما جابت معاها النحس والبغيضة القبيلة سيدي بو مفتاح. جاوبوا القاضي نتوما كتعرفوني ما نبغي الظلم، جيبوها نسمع حكايتها، الا كان نظيفه نكرموها، والا جايبه البلا القبيله نجازيوها بنيتها. ايوا شويه جاو رجال القاضي بمفتاح وجابوا معاهم عقيصه السحيره ديالنا. ايوا غير وقفت قدامه وتنملوا لي قدامه، وحس بلي هاد المراه هادي في حكايتها بليا، ويسولها بمفتاح شكونتي واش جابك لقبيلتنا؟ خافت عقيسة من كلامه، ولكن هي عارفة كيفاش طرد الحكام. جاوباته وقالت انا ضيفة طيبة ضيفة الله، سمعت بالحكمة ديالك والشهامة ديالك وجيت
نتغطى بحمايتك. جيت من قبيلة بعيدة، دست عليها أيام شديدة، زارها السخط والقحط، ما بقى فيها لا عود نابت ولا نوارة. إوا سيدي بومفتاح، هزيت وليداتي وخويت القبيلة وقصدت قبيلتك. إلا قبلتو عليا هداك منايا، ولا ما قبلتوش نعاود رجايا. ملي شاف القاضي بومفتاح وليدات منورين وجه عقيصة مظلم، سولها: انا شاك في الامل ديالك، ولادك منورين وانتي كحلة زحلة، ولادك باقين ديال الرضاعة وانتي العكاز، ما تفلطي فيه، هادو ماشي ولادك. جاوبته عقيصة: هما ولادي يا سيدي، واش كتشك في قدرة الله؟ جاوب القاضي بومفتاح: حاشا شك في قدرة الله، رزق الوالد إبراهيم وزكريا، أنا غادي نرسل شي واحد يجيب خبارك، إلا كنتي صادقة نقادو لك المقام، وإلا كنتي كاذبة نرميك لجهنم. القاضي بومفتاح كان عنده واحد طير سميتو زرزور، كان يجيب ليه الخبار بحال سيدنا سليمان، وكان كيعرف الصادق والكاذب والمغلوم والغالب. وصاه وصية باش يجيب ليه الخبار ديال هاد عقيصة. صباح صباح، وجاب معاه الصفة، التجار والفلاحة والخضارة والجزارة تصافاو، مبقات بيناتهم خبور خصومة، ولكن هاد الشي ما جاش غير هكاك. حبس عنده عقيصة وخلى عنده الولاد، وتسنى الطير يجيب لي الخبار. مع الفجر رجع الطير وجاب الخبار، عقيصة بلا زيادة ولا نقصان عرفت حكاية الولاد وحكاية الجنان وحكاية قبيلة الصيادة والحطابة، وعرفت سبب الخصومة اللي زارت قبيلته اللي كان يضربها بها المثل. خرج بومفتاح جرى عليها وجرى على عقيصة، وجمع سحارة ديالو كاملين وقال: عرفنا حكايتك يا عقيصة، ودقنا إيديتك، ودابا دارت عليك النوبة، كيف ما أديتي غادي تأدي. غير سمعتو عقيصة وتبدل اللون ديالها والصوت ديالها، حاولت تسحرهم بعينيها ولا بإيديها، ولكن سحرات القاضي بومفتاح السحرات ديالو كانوا قادرين يقهروها بكلامهم ويرتقوها بسهامهم. وهو يقول قاضي بومفتاح: غادي يمسحوك السحارة ديالي، ايوا اختاري، يا الجرانة يا جرادة يا دبابة. عرفت عقيصة بلي هادي الاخرة ليها، وحتى شي السحر ما غادي يصدق ليها، وقالت: الجران صدعو ما يآدي، والدبان يقهرو الوسادي، أما الجراد كيهلك الشجر والجرادي. اختارت الجرادة، أسيدي بومفتاح أنا اختاريت الجرادة. إوا فرمشت عين ولات عقيصة جرادة، وطارت من الشرجم، ما عرفوها فين غادا. المهم مشى الباس والظلام اللي بان في الناس القبيلة، ورجعت لصنافة ونورها. أما الجرادة عقيصة فشرها ما بغي سالي، مشات السيدي الصحراء وجمعت السرب الجراد والنوات الغدر بأهل البلاد، وقصدت القبيلة باش تهلك الجنان الصالحة. من بعد شي أيامات رجع القاضي بومفتاح، رجع الوليدات ديال صالحة، ورجعت فيها الروح مسكينة من بعد ما كانت على ولادها تبكي وتنوح. في الصباح التالي صبحت القبيلة على سحابة كحلة قاصداهم، هداك السرب الجراد قاصد الجنان الصالحة، جاي لهلك في الشجر ويخلي الحجر. ولكن كيف ما كان لاحظت الجنان الصالحة ورد ليها ولادها، هو قادر يكفيها شر العقيصة جرادها وصربها. دخل السرب الجنان
ولكن ما قدرش ياكل حتى ورقة من الشجر. اللي داق شي شجرة تلقاها مالحة، مع ان الشجر كله حلو غير عنب وتفاح. ايوا تقلبت الآية، خرجوا الناس القبيلة رجال ونساء ودراري يصيدوا في الجراد، اللي حصل في الجنان صالحة. ايوا ناس القبيلة تزردوا 3 ايام، حيت الجراد هذيك الايام ما كان فيه دواء، كان الغني ياكلو والفقير، حيت كان بحال الغنم سارح في الشجر وفي الزرع. ايوا تجمعوا شي وليدات يجمعوا الجراد، وملي شبعوا بقات ليهم جراده شبعوا عليها، ما قدر حد ياكلها. قال ليهم الكبير ديالهم غادي نضربوا عليها العود، جراده مشويه ناكلوها بشويه، اللي جات في نصيبه ياكلها بضغمه باش ما نضيعوا حتى نعمه. ام اللي ضربوا عليها العود جات في الولد الصغير وغير حطها في فمه وهو يرضع، شعل مالحه انا مش حط النعمه، ولكن انا ما اقدرش على هاد اللقمه. ايوا الدراري اللي حطوها فمه يرميها، حيت حتى واحد معرف باللي هاديك الجراده هي عقيصه، وبقات عقيصه الجراده مشويه ومرويه، حتى كلاها الريح مع الليل. اما الوليدات كانوا كيغنيو من ديك الليله ملي عرفوا الحكايه، الجراده مالحه فين كنتي سالحه في الجنان الصالحه، اش كليتي واش شربتي غير التفاح والنفاح والحكمه بايديك يا قاضي يا ابو مفتاح. ايوا مشات حكايتي من واد لواد ومن بلاد بلاد، يحكيها الجداد الصبية والحفاد.